نقطتين برضو على ضوء الكلام اللي حضرتك قلته. ليه التجربة أثبتت إنه المدرب الوطني بيبقى أفضل من المدرب الأجنبي لتدريب المنتخب؟ دي نقطة. النقطة التانية يعني قصة استدعاء كل اللعيبة المحترفة في نوادي تانية، طب ما هو الجوهري ما عملش كده، مش محتاج، صح؟ المدرب الوطني طبعا المدرب الوطني له صفات دايما اللي هي حته لم اللعيبه. يعني عايز اقول لك امبارح بدون ان اقطع كلامك معلش، من ضمن يعني الاستوديوهات التحليليه اللي انا سمعته امبارح في تحليل الماتش، قال لك يعني حسام حسن لو كان موجود كان عمل شغل تاني. من ضمن الاراء خلينا طبعا خلينا احنا يعني مش لا هنقول اشخاص نجزم بعينها، بس بتاعت هو بيتكلم في فكره المدرب الوطني. بالظبط، احنا حسام حسن او اي نجم من النجوم المدربين المصريين اللي لازم مفروض ان هم ياخدوا فرصتهم بقوه، يعني لان هقول لك على حاجه، يعني من ضمن الحاجات الاساسيه النهارده اتحاد الكوره بيخفي مجموعه مدربين كانوا ممكن يكونوا على اعلى مستوى بسبب المجاملات. يعني انت النهارده بتبصي ايه، هتلاقي اكتر من جهاز فني شغال بقاله اكتر من 10 سنين شغالين في اتحاد الكوره. طب فين البديل؟ مع ان احنا فشلنا ناشئين وفشلنا درجه اولى وفشلنا اولمبي وفشلنا كل حاجه. طب بقيه المدربين اللي موجودين، على فكره في مدربين كتير جدا موجودين في الساحه بس مختفيين لان الناس مش عايزه تديها فرصتها. وتيجي تبص تلاقيه في النادي اللي هو مثلا يروح يشتغل يمشوه عشان علاقته بمجلس الاداره، لا ما تشغلش ده عشان ده بيشتمنا في التلفزيون او ده بيتكلم علينا وحش او ده بتاع. هو الناس عايزين ان هم دايما الناس تمدحهم. الله، انتوا عندكم اخطاء كتيره جدا، وايه المشكله انك انت عندك خطا وتتحاسب عليه؟ ونيجي في الاخر نستغرب انه ظاهره النفاق منتشره في ما هو المجتمع. طب ما الناس عايزه تاكل عيش فبتضطر تنفق. النهارده ما هو انت حاجه من الاثنين، انا واحد من الناس اللي ساكت بتاع ده، لما هتيجي تتكلمني هتيجي تبص. انا مشيت من سوهاج السنه دي بعد ماتش الاولاني، بعد ما كسبت الماتش مشيت. ازاي يعني الموقف؟ انا مشيت في اتحاد الكره كنت ماسك مع المجموعه، على فكره المجموعه اللي هي بتاعت محمد صلاح وحجازي والشناوي وعلي غزال والمجموعه دي وعمر جابر، انا كنت من ضمن الناس اللي مؤسس الفرقه دي. لكن علشان عندي قناعه بان في مشكله ما بيني هتقع ما بيني وما بين المدير الفني، كان ساعتها كابتن مصطفى يونس، فقلت انسحب. فضلت ان هو يدير وانا انسحب، مفيش مشكله. ما جريتش وساعدته ورحت رافع سماعه التليفون ومكلم رئيس نادي او رئيس الاتحاد او الكلام من ده عشان اخش في الحته اللي هي ان انا عايز اشتغل او احط البتاع. لا، مصلحه مصر كانت اهم عندي، فانسحبت من المجموعه وسبت الاتحاد الكوره.